السنوار يسعى إلى التوصل للصفقة، لكن هل سيفعل نتنياهو؟ سؤال طرحته صحيفة هآرتس الإسرائيلية، وأجابت عنه بأن موقف نتنياهو يلفه الغموض ويعمه عدم اليقين. حلفاء نتنياهو يؤكدون أنه مستعد لإبرام صفقة بغض النظر عن تأثيرها على ائتلافه الحاكم، لكن المؤسسة العسكرية تشك في استعداده لذلك في ظل المعارضة المحتدمة من جانب وزراء اليمين في ائتلافه، حيث هدد العديد منهم بالفعل بالانسحاب من الحكومة إذا وافق على الصفقة. ومع ذلك فإن لا أحد يعلم ما الذي يريده نتنياهو. مراقبون إسرائيليون أكدوا أن نتنياهو سيواجه جبلاً من الضغوط الأمريكية للموافقة على وقف إطلاق النار لتجنب حرب إقليمية أوسع بعد أن فتحت إسرائيل النار على نفسها بفتحها أكثر من جبهة حرب في آن واحد. حماس كانت قد طالبت بتقديم خطة لتنفيذ ما قدمه الوسطاء للحركة واتفقوا عليه بتاريخ 2 يوليو 2024، بناءً على رؤية بايدن وقرار مجلس الأمن الدولي وإلزام الاحتلال بذلك، بدلاً من الذهاب إلى جولات تفاوضية أخرى أو تقديم أطروحات جديدة. ولكن وفقاً لصحيفة وول ستريت جورنال، بعث السنوار برسالة إلى الوسطاء وافق بموجبها على المشاركة في المفاوضات فقط إذا أوقفت إسرائيل عملياتها العسكرية في غزة أولاً. وتؤكد الصحيفة الأمريكية أنه من غير المتوقع أن توافق إسرائيل على هذا الطلب الجديد للسنوار الذي قدمه قبيل جولة المفاوضات المقبلة، على أمل تحقيق انفراجة لا تؤدي فقط إلى اتفاق لتبادل المحتجزين وينهي الحرب في غزة، بل سيخفف أيضاً من التوترات الإقليمية وربما يمنع رد فعل حاداً من إيران وحزب الله. في الوقت الذي ذكرت فيه وول ستريت جورنال أن واشنطن لا تزال تأمل في أن تتمكن من إبرام اتفاق خلال جولة المفاوضات المقبلة، كشفت صحيفة نيويورك تايمز استناداً إلى وثائق سرية عن أن الحكومة الإسرائيلية قامت بمناورات كبيرة خلف الكواليس لإضافة مطالب جديدة إلى المفاوضات يسعى من خلالها نتنياهو إلى السيطرة على الأوضاع وتنفيذ أهدافه السرية. فإلى متى سيتمكن نتنياهو من الاستمرار في هذه المماطلة التي يواصل في ظلها مجازره بحق الفلسطينيين؟